اليوم أنا وأخوتي القادة الأمنيين ومدراء الأجهزة يعني شاركنا كل أهلنا اللي أقاموا مراسيم عزاء بمختلف مناطق الموصل، يعني شاركناهم. هو المصاب مصاب الجميع، مصاب جميع العراقيين من الشمال للجنوب، مو مصاب أهل الضحايا فقط، مصابنا جميعا، وقلوبنا تدمى لهذه الفاجعة الكبيرة. وإن شاء الله إن شاء الله هذه خاتمة الأحزان على العراقيين جميعا، يعني ونرجو أنه نعبر هذه المرحلة، وهذه المرحلة والفاجعة اللي صارت توحدنا جميعا من أجل أن نخفف عن كل أهلنا بمدينة الموصل، ونبدي خطوات إن شاء الله في سبيل إعادة إعمار الموصل، ونرجو من الله أن يغفر للجميع. وإن شاء الله اللي راحوا الضحايا كلهم في عليين إن شاء الله. أولا نعزي أنفسنا ونعزي أهلنا في محافظة نينوى والعراق، لأنه فاجعة الموصل هي فاجعة العراق، والدليل على ذلك أنه اليوم يخبروننا أهلنا في كل الجوامع والحسينيات هنالك مجالس عزاء تضامنا مع أهلنا في محافظة نينوى، اللي أدعو من الله سبحانه وتعالى أن يلهم ذويهم بالصبر والسلوان، وأتمنى لأرواحهم وأرواح الشهداء الرحمة، وإن شاء الله يلهم أهلهم وبنعمة النسيان والصبر لهذه المحافظة ولذويهم، ونحن نشعر معهم بما يشعرون وكل الطيبين والعراقيين بهذا الإحساس وبهذا الشعور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. احنا اليوم في جولة على مجالس العزاء اللي تقام في هذه المحافظة على أرواح الشهداء، شهداء هذه المحافظة. نتمنى أن تكون هذه الحادثة هي بداية ونقطة تحول من أجل خدمة هذه المحافظة وأعمارها وأجل انتباه لها. الجميع توحد في هذه المناسبة، والجميع وأكيد هي مناسبة أليمة وحزينة وألمتنا كثيرا إن شاء الله. وأنتم لاحظتوا هناك اهتمام من قبل الدولة كلها، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، الجميع مهتم بهذه المحافظة والجميع متألم. إن شاء الله يا ربي الأمن والأمان لهذه المحافظة والاستقرار والرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم. أولا نعزي أنفسنا ونعزي أهلنا في محافظة نينوى بهذه الفاجعة، بحقيقة هي فاجعة، ونرجو من الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأتمنى من الله عز وجل أن يسكنوا فسيح جنات النعيم، وإن شاء الله هم في قوافل الشهداء. نجتمع جميعا ونعزي أنفسنا ونعزي ذوي الشهداء، نتكاتف جميعا في الموصل في كل هيئاتها في كل مؤسساتها، نشكر أنفسنا، نشكر شعبنا، نشكر الموصل، نشكر القيادات بعمومها، نشكر القيادات الأمنية، الجهات الأمنية التي ساعدت في إنقاذ الغرقى في هذا الموقف، في المشاركة في تفاعلهم معنا في هذا الحزن، مسحوا الدموع من على محيانا. كل هذه الصور كانت ولا زالت نعيشها في هذه المدينة. على الله تبارك وتعالى بهذا التكاتف، بهذا التعاطف، بهذا التراحم يرفعنا ما نحن فيه ويعيدنا كما كنا أعزة أحياء في مدينة يشملها الأمن والأمان. شكر الله لكم جميعا. نشارك السيد قائد عمليات نينوى والقيادات الأمنية في المحافظة لمساهمتهم الفعالة في هذه المصيبة اللي حلت بأهل نينوى وحضورهم مجلس العزاء المقام في اتحاد التعاون، ونشكرهم على تعاونهم الجاد في مجال الإنقاذ وعمليات تقديم الخدمات الطبية للناس اللي أصابوا بهذه المصيبة.